يا اهلا بيكم. النهارده هنلخص فيلم اسمه ذا داركست مانس، فيلم اكشن وخيال علمي تم انتاجه في 2018. ويلا نبدا. بيبدا بقى فيلم في سنه 2043 في امريكا، والاطفال كانوا عمالين بيتصابوا بمرض غريب جدا، ومفيش اي حد قادر ان هو يفهم او يحدد ايه اللي عمال بيحصل بالظبط. الغريب بقى ان الاطفال دول هما بس اللي عمالين بيتصابوا مش الكبار. المرض كان يعتبر مميت جدا وبينتشر بسرعه رهيبه، وكمان لدرجه ان 98% من الاطفال عمالين بيموتوا، و2% بس هما اللي بينجوا بحياتهم. والاغرب بقى ان النسبه اللي بينجوا منه بيكتسبوا قوه خارقة، لان المرض ده بيعمل قدرات غير طبيعيه، وعلشان كده بقى المجتمع بيبتدي ان هو يعتبرهم خطر على البشريه. الحكومه عماله بتشجع كل الاهالي لو كان عندهم اي اولاد نجوا من المرض ده لازم ان هم يقتلوهم او انهم يودوهم للمخيمات، ولكن بقى في المخيمات دي هيتعمل عليهم اختبارات وكمان ابحاث. وحتى كمان الرئيس جراي اللي هو رئيس امريكا بيقول بنفسه ان هو ودى ابنه لهناك اللي كان اسمه كلانس واللي نجا من المرض دلوقتي في المخيم عشان يتعالج هو كمان. وفي المخيم ده بقى الدكاتره بتقسم الاطفال لخمس مجموعات، كل مجموعه بلون مختلف على حسب خطورتها وكمان قوتها. بنعرف بقى ان اللون الاخضر يعتبر الاقل خطوره، ودول بقى هم الاطفال اللي بيكون عندهم ذكاء زياده عن اللزوم بينتموا للاخضر. اما اللون اللي بعده بيكون هو الازرق، ودول بقى الاطفال اللي عمالين بيكتسبوا قوه تحريك الاشياء عن بعد. اما اللون بقى اللي بعده فبيكون هو الذهبي، ودول بقى هم الاطفال اللي بيكون عندهم قدره التحكم في الكهرباء. الثلاث الوان دول الدكاتره بيعتبروهم ان هم الوان ما فيش اي خطوره منهم على البشر، امان يمان يعني، ولكن اخر لونين يعتبروا ان هم خطر جدا على البشر بسبب قوتهم الكبيره جدا. اول لون فيهم هو اللون الاحمر، وده بقى للاطفال اللي عندهم قدره التحكم في النار. اما اخر مجموعه هي مجموعه البرتقاني، واللي بتعتبر مميته جدا لانهم بيقدروا يتحكموا في عقول الناس. وهنا بقى الحكومه بتعتبر ان اخر لونين دول غير قابلين للعلاج، بتأمر بقى الناس كلهم ان هم يموتوهم على طول لانهم خايفين منهم جدا حتى لو كانوا اولادهم. نروح بقى لعند الطفله روبي، واللي بتكون بتحتفل بعيد ميلادها مع ابوها وامها، واللي بيبقوا خايفين جدا عليها لان كل الاطفال اللي يعرفوهم ماتوا، روبي الوحيده اللي لسه عايشه فيهم. وفي الليل بقى بتروح تنام جنب امها عشان هي خايفه جدا، ولكن لما بتلمس ايديها بتشوف حاجات غريبه والصدمه الكبيره. امها لما تصحى من النوم مش بتكون عارفاها، وكمان عماله بتقول لها انت مش بنتي. تتصل بقى على الشرطه عشان يجوا ياخدوها للمخيم عشان تتعالج هناك. والاطفال اول ما بتروح للمخيم الدكاتره بيبداوا ان هم يختبروهم، وده بقى علشان يحددوا ايه هي القوه بالظبط اللي موجوده عندهم. ده نفس الموضوع اللي بيحصل مع روبي اول ما توصل لهناك. هناك بقى الدكتور بيعرف ان هي عماله تنتمي للمجموعه البرتقاني، واللي بيعتبروا ان هم اخطر مجموعه، بيقرر ان هو لازم يقتلها. ولكن روبي بتقدر انها تستخدم قدراتها وتتحكم فيه، وتخليه كمان ان هو يقتنع ان هي من ضمن المجموعه الخضراء واللي تعتبر ان هي مش خطر. بتعيش حياتها في المخيم ضمن المجموعه الخضراء فعليا، وبتعدي بقى 6 سنين وتكبر روبي، وكل ده محدش يعرف حقيقتها. ولحد ما في يوم بتعمل حاجه غلط، فالكابتن المسؤول عن المجموعه بيشتمها، وكمان بيقول لها انها غبيه جدا مقارنه بالنسبه للمجموعه اللي هي موجوده فيها واللي بيعتبروا كلهم ان هم اذكياء. تيجي بقى واحدة من أصحاب روبي في المخيم وتدافع عنها وتشتم الكابتن، وده بيضايقه جدا لحد ما يضربها. بياخدها بقى عشان يعاقبها، وبيحصل بقى اختبار في المخيم، وده بيكون اسمه اختبار الترددات. وفيه بقى الحكومة بتشغل موجات صوتية بترددات عالية جدا علشان الأطفال الخارقين بس هما اللي بيقدروا يسمعوها. وفي نفس الوقت روبي مش بتقدر إنها تتحمل قوة الترددات ويغمى عليها، علشان بقى يودوها لعند الدكتورة واللي كان اسمها كيت عشان تختبرها تاني. وبسبب الاختبارات دي الضابط المسؤول عن روبي بيعرف إن هي برتقالية، وانها اكيد مش ضمن المجموعه الخضراء. ولكن الدكتوره كيت بتقرر انها تساعدها وتكتب لها رساله من غير ما حد ياخد باله، وفيها بقى بتنبهها ان هم عرفوا انها تبع المجموعه البرتقاني، وبتحذرها ان هم ممكن يموتوها في اي وقت. بتكتب لها كمان مكان ووقت تقابلها فيه، فتروح بقى روبي بسرعه عشان تروح للمكان اللي مكتوب في الورقه، والدكتوره كيت بتكون سبقتها وراحت لهناك. في نفس الوقت بقى الانذار بيشتغل لانهم لاحظوا ان روبي مش موجوده. بيدوا بقى امر لكل الضباط ان هم يلاقوها ويخلصوا عليها، ولكن كيت عماله بتساعد روبي وبتهربها بقى في العربيه بتاعتها، وبيكونوا بقى هيقفشوهم على اخر نقطه. ولكن روبي بتقدر بقى ان هي تتحكم في ادمغه الحراس علشان يعدوهم، وبتكون بقى فرحانه جدا لانها اول مره من 6 سنين تخرج بره المخيم ده. بتديها بقى كيت زرار وبتقول لها تستخدمه لما تكون في خطر، علشان ده بيكون عباره عن جهاز تتبع من خلاله تقدر توصل لها. وبتقول لها كمان بقى ان هي ضمن مجموعه بتحمي الاطفال اللي في المخيم ده وبتحارب الحكومه. بعدها بقى بيروح لمحطه بنزين، وهناك بقى بيكون روب صديق كيت بيكون مستنيهم. بيطلع هو كمان كان في مهمه عشان ينقذ طفل هناك، وروبي بقى بتكون هتقع، ولكن بيمسكها روب. وهنا بقى قدره روبي بتشتغل، وبتشوف جزء من ذكريات روب واللي فيها بقى بيكون بيعامل طفله معامله وحشه جدا، فتبدا روبي ان هي تقلق منهم لان ده عكس كلامها. بتروح بقى عشان تغير هدومها في المحل، وهناك بقى بتشوف بنت صغيره بتقدر ان هي تتحكم في الكهرباء. ولما البنت بتعرف ان روبي شايفها بتهرب، ولكن روبي بتفضل تجري وراها وبتحاول توصل لها عشان تعرف هي عماله بتهرب ليه. ولما بتشوف ان البنت دخلت جوه عربيه بتقرر
وتقرر ان هي كمان تدخل وراها وتهرب من كيت وروب. وبنعرف هنا ان البنت الصغيره دي اسمها زو، وبيكون معاها اتنين كمان صحابها في العربيه واسمهم ليام وشارلز، وكل واحد فيهم بيكون عنده قوه مختلفه. وطبعا زو من المجموعه الذهبي عشان بتقدر تتحكم في الكهرباء، اما ليام بيكون من المجموعه الزرقاء اللي بتتحكم في الاشياء عن بعد، اما بقى تشارلز من المجموعه الخضراء العباقره. بيقرروا بقى هم الثلاثه ان هم يساعدوا روبي انها تهرب معاهم من كيت، ولكن في الطريق في واحده عماله بتطاردهم وبتحاول تموتهم، واللي بيكون اسمها ليدي جين، وشغلتها بقى ان هي تصطاد الاطفال دول مقابل الفلوس. ليام بيستخدم قوته وبيكسر بقى الطريق وبيرمي عليها اشجار عشان يعطلها، وفعليا بينجح في كده فعلا وبيقدروا ان هم يهربوا. بعدها بقى الاربعه بيبتدوا ان هم يتعرفوا على بعض اكتر، ولكن روبي مش بترضى تقول لهم اي حاجه عن قدرتها ابدا، وبتقول بقى ان هي من ضمن المجموعه الخضراء علشان ما يخافوش منها. ليام بقى بيقول لها ان هم في طريقهم لمكان تاني فيه الاطفال بتعيش بامان، وفي المكان ده بيقودهم طفل معروف باسم كيد. بيقول لها بقى ان هم ما يعرفوش عنه اي حاجه، ولكن الاشاعات بتقول ان هو برتقاني وبيقدر يتحكم في عقول الناس، وعلشان كده هو القائد بتاعهم. وبيقول لها كمان بقى ان منظمه الدكتور كيد مكان مش كويس ابدا علشان تعيش فيه، وان هو كان عايش هناك قبل كده وده يعرف عنه كل حاجه علشان كان عايش هناك. عمال بيستغلوا الاطفال وبيدربوهم عشان يحاربوا الحكومه بيهم، وكمان بيقول لها ان هو ما حبش الفكره دي ابدا، فكره ان هو يتم استخدامه في حاجه زي الحروب. وبعدها بيلاقوا مكان عشان يناموا فيه جنب الطريق، وبتفتكر بقى روبي الليله اللي ما قدرتش تتحكم فيها في قوتها، وراحت نامت جنب ابوها وامها ومسحت ذكرياتهم بالغلط، وده بقى السبب اللي خلى امها تسلمها للحكومه. وفي خلال مهمه نايمين بتلمس ايد روز بالغلط، وبتشوف بقى ذكرياتها وبتعرف ان هي كانت في مخيمات الحكومه قبل كده، لحد ما الاطفال عملوا التمرد واللي كان بيقودهم هو ليام، وقدروا ان هم يهربوا. ولكن للاسف خلال العمليه دي خسروا كتير من اصحابهم، وبسبب الصدمه اللي حصلت ليها زو ما بقتش تتكلم تاني خالص، وتاني يوم بيروح المول مهجور، وده عشان بقى يجيبوا شويه حاجات يستخدموها ويقدروا يعيشوا بيها، وده غير ان هم عمالين بيستمتعوا بوقتهم هناك ويلعبوا مع بعض. ولكن فجاه كده اجسامهم بتطير في الهواء وبيتحكم فيها مجموعه اطفال تانيين، فبتستخدم زو قوتها في التحكم في الكهرباء عشان توقف المجموعه دي، وبيتضح ان هو كان في سوء تفاهم. المجموعه التانيه كانت فاكره ان هم من الحكومه، بيتعرفوا على بعض وبيعرفوا ان هم مجموعه من الزر. وبالليل بقى المجموعه الجديده عمالين بيتكلموا عن منظمه الاطفال اللي بيقودها سليب كيد، وبيقولوا بقى ان هم عارفين مكانها بالظبط فين، بس ما بيردوش يقولوا لروبي وكمان اصحابها، لان ده يعتبر سر ما يقدروش يخرجوه بالسهوله دي، وخطر جدا لانهم لسه مش واثقين فيهم. ولكن روبي بتستخدم قوتها وتتحكم في واحد منهم، وبتخليه ان هو يديهم دليل على المكان من غير ما يعرف. الدليل بيكون مكتوب من 3 حروف اي دي او. وفي نفس الليله العبقري بتاعهم اللي اسمه شار بيحاول يعرف التلات حروف دول بيدلوا على ايه بالظبط، ولكن للاسف مش بيقدر ان هو يلاقي اي حاجه تساعدهم. ولكن بعد ما بيتكلم مع روبي عن شغلانه ابوها واللي كانت هي شرطي وبيستخدم الراديو كتير، فبتجيله بقى فكره ان التلات حروف ممكن ان هم يكونوا عباره عن تردد لاشاره راديو، والتلات حروف دول بيساوي 540. يقوم جايب الراديو ويشغله بقى على التردد اللي هي قالت عليه، لحد ما توصل لهم رساله من الترددات بتعرفهم مكان المنظمه بتاعه سليب كيد فعليا، واللي بتكون بقى موجهه لمكان اسمه بحيره برنس فيرجينيا. وتاني يوم بقى على الطريق بيلاقوا ان ليدي جين كانت عامله كمين وتقدر بقى انها تضرب روبي وتوقعها، وبعدها بقى تستخدم الترددات علشان تقدر تقبض عليهم كلهم. بس في اخر لحظه روبي بتستخدم قوتها وبتتحكم بقى في عقل ليدي جين علشان تسيبهم في حالهم، وده بقى بيخلي بقيه المجموعه تلاحظ ان هي تبع البرتقال مش الاخضر زي ما قالت، وانها كانت عماله تكذب عليهم طول الوقت ده. وبعد فتره ليام وروبي بيتعرفوا اكتر على بعض، وبيكملوا بقى طريقهم لبحيره برنس فيرجينيا علشان بقى يوصلوا لسليب كيد. وفعليا بقى بيقدروا ان هم يوصلوا ويقابلوا اطفال كتيره جدا زيهم، وبيكونوا فرحانين جدا بالمكان ده لانهم ما شافوش اطفال مبسوطين كده. وده غير بقى ان هم بيقابلوا رئيس المجموعه، واللي بيتضح في الاخر ان هو ابن الرئيس واللي كان اسمه كلانس، وده بقى بيكون عند القدره البرتقاني زي ما الاشاعات عماله بتقول. تاني يوم الصبح كل واحد بيتم توكيل مهمه ليه، روبي مهمتها ان هي تكون مع كلانس علشان تساعده، وده بقى بيحكي لها شويه عن حياته وبيقول لها ان هو يعتبر اول طفل قدر ان هو ينجو من المرض ده، والاطباء بقى كانوا عمالين بيعملوا عليه التجارب علشان يعملوا دواء، ولكن كل التجارب فشلت وفضل زي ما هو. وابوه اللي كان يعتبر الرئيس عمال بيكذب على الناس بخصوص ان هم لقوا الدواء، وده علشان بقى يجيبوا الاطفال لمخيمات الحكومه والحكومه تستخدمهم، وده بقى السبب اللي خلاه يهرب ويأسس المنظمه دي علشان بقى الاطفال يقدروا ان هم يعيشوا في امان. وده بقى بيبتدي ان هو يعلمها ازاي تستخدم قدراتها وحتى كمان تتحكم في عقول الناس من غير ما تلمس ايديهم، وبتنجح بقى روبي فعليا في ده اخيرا. بس الفرق بينها وبين كلانس انه مش بيقدر يمسح ذكريات الناس، فبتعرض عليه روبي ان هي تعلمه، وفي خلال بقى ما هي عماله بتعلمه بيتحكم في عقلها عشان يقرب منها، ولكن دي بتقدر ان هي ترجع لوعيها من تاني وتكتشف اللي هو عمال بيعمله وتسيب له المكان بعد ما ضربته وتمشي. بتقرر بقى ان هي واصحابها يسيبوا المكان ده ويمشوا منه
ولكن وهما ماشيين قوات الحكومة عمالة بتحاصر المكان. ليام بيحاول يحاربهم ويطير واحد منهم، ولكن فجأة بيفقد الوعي وبيظهر كلانسي، وده غير ان هو عمال بيتحكم في ابوه علشان يتحكم في الحكومة كلها، وهو كمان بقى اللي تواصل مع قوات الحكومة عشان يجوا ويقبضوا عليهم. وهدفه الحقيقي هو ان هو يكون جيش كبير جدا من الاطفال الخارقين علشان يقدر يسيطر على البلد كلها. بتبدأ بقى روبي واصحابها ان هم يحاربوهم، وبتتحكم بقى روبي في كابتن قوات الشرطة، وبتخليه كمان ان هو يموت نفسه، وزو بتتحكم في الكهرباء اللي كانت موجودة في المكان وبتخدعهم عشان يقدروا ان هم يهربوا. ولكن فجأة بتوصل طيارات الحكومة بعدها كبيرة جدا، وبيجوا بقى عشان يقبضوا على الاطفال اللي موجودين في المكان كله. بينزل بقى من الطيارات دي قوات الحكومة ومعهم مجموعة من الاطفال ضمن اللون الاحمر، واللي اتضح ان هم ما كانوش بيموتوهم ولكن بيستغلوهم كسلاح خاص تابع للحكومة. الاطفال دول بقى بيولعوا في المكان كله، وتبدأ بقى الحرب بينهم. بيواجهوا النار على ليام واصحابه عشان يموتوهم، ولكن ليام بيستخدم قدراته وكمان بيجر المقطورة عشان تكون كدرع. بيوصل بقى كلانسي للمكان وقوته بتكون كبيرة جدا لدرجة ان هو عمال بيتحكم في عقول كل الاطفال اللي هناك، فبيضطر ليام واللي معاه كمان انهم يهربوا ويسيبوا المكان ده. وبتستخدم بقى روبي قوتها عشان تتحكم في مجموعة من القوات بتاعة الحكومة، وده علشان يحموهم، بس ده بقى مش بيوقف كلانس لان هو كمان عمال بيتحكم فيهم وبيخليهم يضربوا النار على بعض ويموتوا كلهم. بعدها بقى بيحاول ان هو يستخدم القوة اللي روبي علمتها له، وبيكون عاوز يخليها تنسى اصحابها وتنضم للجيش بتاعه، ولكن روبي بتستخدم قوتها وبتتحكم في عقل طيار تابع للحكومة، وكمان بتخليه يضرب في الارض جنبهم علشان تقدر تهرب. وفعليا بقى بتقدر انها تتفادى الانفجار بمساعدة شارلز واللي رجع علشان يساعدها، بس للأسف الانفجار بيكون كبير جدا وبيعمل لها اصابات خطيرة جدا، وده بقى ما بيسيبش لروبي اي اختيار تاني غير انها تدوس على الزرار بتاع كي علشان يقدر ان هم يحددوا المكان بتاعهم ويجوا يساعدوها بسرعة. وبعد فترة بسيطة بتوصل فعليا كيت والمجموعة بتاعتها، وبياخدوهم بقى كلهم وبيودوا شارلز للمستشفى. وبعدها بقى زو بيتم تبنيها من اسرة كويسة جدا، ولكن بيعتقل ليام لانه بالنسبة لهم يعتبر خاين للمنظمة بتاعته، وده علشان بقى كان موجود في المنظمة دي قبل ما يهرب، وبيعتبر ان هو بيكون خطر على امن المنظمة لانه عارف كل حاجة عنهم. فتروح بقى روبي تتكلم مع كيت وتطلب منها ان هي تسيب ليام يمشي، وده في مقابل ان هي تحارب الحكومة معاهم، ولكن كيت بتقول لها ان هي عارفة ان ليام عمره ما هيمشي من غيرها، ومستحيل بقى ان هو يسيبها تنضم ليهم. فتقرر روبي ان هي وقتها هتروح تقابل ليام، واللي بيقول لها كمان ان هو عاوز يفضل معاها على طول، واكيد بقى هي لو خطة يفضلوا بيها مع بعض. وهنا بقى بتكون مضطرة ان هي تاخد اصعب قرار ليها، وهي ان هي تمسح كل ذكريات ليام، وده بقى علشان المنظمة تسيبه يمشي ويكون حر، وفي المقابل هتنضم ليهم وتحارب الحكومة. وفعليا بقى ده هو اللي بيحصل، وتنضم ليهم وتبدأ بقى ان هي تتدرب معاهم. وكمان بنعرف ان كلانس فضل عايش بعد الانفجار بتاع الطيارة، وده بقى بدأ يدرب جيشه هو كمان علشان يسيطروا على البلدة. وبتكون دي النهاية، ونتمنى الجزء التاني. واللي منتج الفيديو هو محمد فايز، وبس كده.